وعاودنا ولينا عاودنا خدمنا مليح والحمد لله دخلنا في الألعاب الإسلامية بقوة وكنا كنا داخلين بقى نجيبوا ميدالية كما هدرت في النصف النهائي قلت باللي ما نقولكمش شاهية لكل لون تاعها إن شاء الله نوعدكم ميدالية والحمد لله وفيت بوعدي وجبت الميدالية برونزية للجزائر الحمد لله يا ربي وهذه إن شاء الله تكون فعل خير على المسابقات الأخرى إن شاء الله تكون إن شاء الله نزيد نمد أكثر وأكثر للجزائر إن شاء الله وإن شاء الله هذه 1500 مت ما نقول إحنا عروسة ألعاب القوة في الجزائر إن شاء الله تولي كما زمان كما في الوقت نوردي مورسلي كما مقلوفي كما إن شاء الله تولي كما زمان إن شاء الله إن شاء الله نتلقاو دعم أكثر ونكونوا